السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إيمان من قناة عالم إيمان التنظيم والوصفات. اليوم إن شاء الله غنحضر واحد الكيك اللي سريع وناجح وفي نفس الوقت اقتصادي، وطلبتوه مني بزاف ديال المرات. بغيتو تعرفوا السر ديال النجاح ديالو والانتفاق ديالو، فخليكم معايا حتى لاخر الفيديو. غنحتاجو بيضتان، كأس ياغورت بنكهة الفانيليا وكيبقى اختياري، كأس من السكر سنيدة، كأس من الحليب، كأس من الزيت النباتية، جوج خمارات حمر، خمارة ديال الفانيليا، خمارة ديال الكاكاو، وثلاثة نتاع الاكواب ديال ديال الدقيق الفورس اولا الدقيق الابيض. غناخذ واحد الاناء غادي نضرب فيه بيضتان مع كاس ديال السكر، و تيبقى اختياري نقدروا نكثروا السكر اولا نقصوا، وغادي نزيد عليه ساشي ديال الفانيليا، وغنحرك هاد العناصر جيدا حتى يولي عندي واحد المزيج اللي لونه اصفر فاتح. من بعد غنضيف كاس ديال الزيت غنطرب شويه، ومن بعد الكاس ديال الحليب وغنطرب، وعاد غنزيد الكاس ديال الياغورت. للاشاره فالكاس اللي عبر به هنايا هو نفس الكاس ديال العنبه الا بغيتو تعبروا به. من بعد ما مزجت العناصر الاولى غنزيد الدقيق. فهنا الاشاره غادي نحتاج فقط كوبين وربع، يعني الا كان عندكم الكاس ديال العنبه غنعمروا جوج ديال الكيسان ديال العنبه بالدقيق، والثالث غندير فيه فقط الربع، وغادي نغربل الدقيق مع جوج خمارات حمر، وغنمزج هاد العناصر حتى نحصل على واحد العجين اللي يكون رخو وفي نفس الوقت ما تقيلش بزاف ولكن شاد راسه. بعد واحد المول اولا واحد القالب اللي غندهنوا بالزبده والقليل من الدقيق باش ما يلتصقش الكيك، وغنحضر كذلك الكاكاو. هنا غادي نكب الكميه الكافيه، وغير الاشاره يعني ملي بغاو نكبوا الخليط نهزوا يدينا مزيان فوق باش الهواء يدخل للعجين وهكا ينتفخ بكل سهوله وما يصمتش. وفي نفس الوقت يعني هذه المرحله ديال الكاكاو هي مرحله اختياريه، نقدروا نزينوا به الكيك من الداخل ونقدروا ما نزينوش ونقدموه هكا بنكهه الفانيليا فقط. خليت القليل من العجين اللي زدت عليه ساشي ديال الكاكاو، وغنحرك هاد العناصر حتى تمتزج ويولي عندي هكا واحد الخليط اسود ديال الشوكولاته، وغادي نسكبو من الفوق العجين الاول بواحد الطريقه عاديه وعشوائيه جدا. من بعد ما سكبت الخليط الثاني على الاول نحرصوا اننا نقيو الجوانب ديال المول اولا ديال القالب، لانه ملي كيكرموا هاد الجوانب اللي فيهم العجين ومع الحراره فلو كيك ملي كيبغي ينتفخ كيلقى واحد الحاجز وما تيقدرش ينتفخ، وداكشي علاش كيصمت لينا. فنقيو جميع الجوانب اللي كنا قصناهم هكا بالعجين اثناء التفريغ ديالو. من بعد غندخل الفرن درجه الحراره 170. الا كان عندكم نتوما الفرن ديال الغاز غنشعلوا العافيه اولا النار من تحت حتى ينتفخ العجين اولا الكيك، عاد نشعلوا من فوق. هنا انا خرجته من الفرن كيجي على هذا الشكل لازال ساخن، يعني من الاحسن انه يبرد عاد نقدموه. وهنايا يعني جا شكلو جميل وهكا منتفخ، وكذلك رطب وهشيش بزاف، يعني صراحه البنات مقاديره مضبوطه كما لاحظتوا معايا، وكنصحكم انكم تجربوه غيعجبكم بزاف بزاف، لانه تيجي هكا يهشيش وكيدوب في الفم، وداك النكهه نتاع الفانيليا والكاكاو كتعطي واحد يعني مذاق رائع جدا. ونقدروا هكا نقدموه في وجبه الافطار او وجبه البوتي، كذلك نقدموه في المناسبات. فهو كيك سريع وخفيف ويعني اقتصادي كذلك وناجح 100%. نتمنى الفيديو تاع اليوم تكون نال الاعجاب ديالكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوني ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بجديد، وانا كنضرب لكم موعد قريبا جدا في كجديد وموضوع جديد. الى اللقاء.